السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ بنجستا ورجعت لكم فيديو جديد، والنهاردة معانا لعبة كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3. اخر مرة بعد ما انقذنا الرئيس وبنته، يا ترى المرة دي هنعمل ايه؟ هل هننتقم؟ الله اعلم. يلا بينا نشوف. President is holding a press conference with Russian Premier Voshevsky to formally announce an end to the hostilities. On this historic day, the representatives of two great nations stand before you united. There's a simplicity to war. Oh, ادي الاماكن اللي مدمره كلها بسبب الحرب. And the world yields. A chapter in which we pursue peace. How quickly they forget that all it takes to change the course of history is the will of a single man. Very existence. Who's this? Prisoner 627. I'm coming for you, Makarov. Haven't you heard, Price? They say the war is over. My war ends with you. Like it ended for Captain McTavish. Tell me, Price, how long did it take him to die? I've destroyed your world piece by piece. It's only a matter of time until I find you. You won't have to look far. ابيض ايه ده؟ ايه ده؟ المرة دي احنا المجرمين. نهار ابيض. اوه البدلة دي ولا بيأثر فيها اي حاجة. كل دول بندمرهم. ابيض، ده السلاح اللي معانا ده معانا منه كتير. Thank you.
بيضرب علينا. اوه يا نهار ابيض، ده الهليكوبتر دخلت في الاسانسير والواد اللي معايا ولع. قوم اديني بالشلوت دلوقتي. عايزين نمسك مكروف، يلا بسرعة قبل ما يهرب. بسرعة الواد هيهرب، الواد هيهرب مننا. انا بتدغدغ المبنى عليه. يا لهوي، قوم يا عم يوري. يا لهوي، في سيخ دخل في ظهره وطلع من بطنه. اعمل لك ايه طيب؟ اعمل لك ايه؟ أسيبه يعني؟ أمرنا لله. يلا نروح نمسك مكروف دوت. ومسكنا في الطيارة. وبعدين يا لهوي وقعنا. يلا نلحق المرة دي. ولحقنا. الطيارة دي
ده لسه عايش. خد المسدس قبلي. يا نهار ابيض. يلا بسرعة بقى نلحق المرة دي ناخد المسدس قبليه. يلا بسرعة بسرعة. ها بسرعة. لا هوي برضو خد مننا مسدس. تم إعدام مكروف. تم إعدام مكروف. أس الفساد وأس البلاوي اللي احنا كنا فيها دي. الله انت تولع سيجارة؟ يا الولعة مش شغالة. لا تشتغل اهو. يلا ايوه كده ولع السيجاره بتاعتك. يلا ويا ترى كده اللعبه خلصت وهي دي النهايه. شكلها كده هي دي النهايه. تم القضاء على راس الافعى مكروف. شكرا لكم يا اصدقائي واتمنى انكم تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا باللعبه ديت، لعبه كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3 وبالمغامرات اللي كنا فيها وكل ميشن عملناها. والى اللقاء في العاب تانيه جديده. شكرا لكم يا اصدقائي ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعمونا بقى بشير ولايك وسبسكرايب. Thank you.
شيل.